السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا بعد ما درنا الدرس الأول ديال التصميم الهندسي لهذا الفستان والدرس الثاني اللي غادي تلقاوه في أعلى الصورة في آخر الفيديو، اليوم جينا باش غادي نخيطوا. إذا غادي نخليو هادشي عطا. أول حاجة غادي نبدأ بهاد الفولون، بهذا غادي نشدو ونخيطو على هاد الشكل هذا. غادي نخيطو ونديرو السورجي وغادي ندير السورجي لهذا وهذا. هنا الا بغيتي ديفي دونتيل ديفي، الا ما بغيتيش ديفي ما ديفيش. اذا اجيو نخيطوا هذا الساق. اذا غادي نشد بليزي بينغل على هذا الشكل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. انا مازال غادي نضيف لو سورجي. اذا لاحظوا معايا غادي ندوز السيرجي لهنايا والسيرجي لهذا وهذا. البنات شوفوا عشاق الدونتيل، الا بغيتي ديري الدونتيل ديري دابا قبل ما تركبي، ماشي هذا ماشي هذا، عرفنا ماشي هذا. المهم باش ديري الدونتيل ديالك هنايا ولا تسميتو عشاق الدونتيل اللي عزيز عليهم الدونتيل. اذا غادي نخدم لي بغوتيل بين ما وجدنا جابو. إذن هذا القافة، هذا الوجه، غادي نشد هكدا، غادي نخلي سنتيم واحد اللي بغيت هنايا في لي بغوتيل، لكم الإختيار. راه واخا غادي نستعملو لاستيك وغادي نستعملو بزاف الحوايج، غنضيفو هذا. غادي نحسب 30 ونقطع 30 ونقطع. ها هو 30، نتوما ديروا العدد اللي بغيتو، كل وحده وشحال عندها في لي بغوتيل. مثلا بغيت لي بغوتيل هنايا، غادي نشد وندير هكذا وندير هكذا، شحال بغيت في البغوتيل في هاد الدوره هادي، زائد سنتيم الخياطه من هنا وزائد سنتيم الخياطه من الخلف. اذا بالنسبه لنا الا بغيت البروتيل من هنا لهنايا، داكشي اللي بغيتي في لو شوا ديالك. ولي بروتيل كنجيبوهم على راس النهده، على راس النهده كنحطوهم هكذا بحال شوميز دو نوي، بحال شوميز دو نوي باش يعطيو جماليه لينا. اذا هاكي غادي نحاول ما امكن رازي هاد الشيء ونقلب هاد الشيء هذا. اذا كل مره كي كندير لهم باش نقلبهم، كل مره الا كانوا رقاق على هادو كنقلبهم بالابره. لاحظوا الطريقه اللي درت، وندير هكذا وانا غادي هكذا. وغادي نشد بالحديده ونعس هاد الخياطه على هاد الشكل هذا، ندوز الحديده على هاد الشكل هذا. غادي ندير نفس الشيء الثاني، درت السورجي ها هو بالنسبه للفول وهادو حددتهم ها هما شتو كيطلعو متيولين على هاد الشكل. غادي نخيطو الامام دابا باش نجمعو هاد الشيء. ارجع الامام، اذا هذا الامام ديالنا على هاد الشكل هذا. لاحظوا غادي ندير لو سورجي، اعطيني الخلفه فاطمة زهراء، غادي نديرو لو سورجي 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 يلا. و تا هدا غادي نديرو لو سورجي الخلف يلا، غنديرو لو سورجي تا هو يلا.
إذن هذا الأمام وهذا الخلف، احنا مع المينو غادي نقلب الوجه على الوجه على هذا الشكل هذا، وغادي نخيط بهذا الشكل، غادي نخيط انا هذا كله هكذا باش نلصق التنورة بوحدها والفوال بوحده. فوالا، ونشد هذا ونطوي على هذا الشكل، نشد هذا تحت الإبيط بما يسمى تحت الإبيط ونخيطو بهذه الطريقة هذه. المهم هذا موضوع آخر غادي نتناولوه إن شاء الله في حصص قادمة إن شاء الله بإذن الله. إذا غادي نشد بعد ما خيط بهذا الشكل هذا، لاحظوا معايا ها انتوما، ونمشي للجهه الثانيه. هذه الجهه الثانيه حدقوا مزيان شنو غادي نعمل، غادي نخيط غير من هنا حتى لهنايا ونخلي هذا هكذا ليبر. اذا غادي نخيط بهذا الشكل هذا على هذا الشكل، لاحظوا على هذا الشكل هذا. وناخد تحت الإبيض ندير له ثاني طيه وحده، طويه وحده على هذا الشكل هذا. هنا غادي نلصق لي بروتيل ديالي، ها هو شتو دابا راه تصوب لي الكورساج الصغير على هذا الشكل هذا. اذا ها هما لي بروتيل عندي على هذا الشكل، غادي ندير لهم هكذا نتقنوا. إذا غادي نشدهم بليزيبانجل، لا هكذا، الثاني ديالي هكذا، الوجه مع الوجه، مباشرة لاحظوا لاحظوا لاحظوا، وندير نفس الشيء، خصو يكون عندي هكذا نفس الشيء، ونحط هذا بهذه الطريقة حتى هو، وندير بنقلة باش ملي نقلب هكذا يرجع ليا على هذا الشكل هذا. هذا غلط، إذا غادي ندوز خياطات خياطة 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 هنا. إذا غادي نخيطو الجهة الثانية، إذا لاحظوا معايا على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ الميليو ديالي هو هذا، وهذا هو الميليو. إذا الميليو مع الميليو، غادي نشد لو ميليو ديالي بهذه الطريقة على هذا الشكل هذا، لاحظوا نشد، لأن هذا
هذا غادي تشد على هاد الشكل هذا، باش هذا غادي نقلبو على هاد الشكل. البنات راه مازال غادي نفتق هذا ديال البغوتيل، هادو غادي نفتق، راه غلطت فيهم، غادي نخيط من هنا حتى لهنايا ونرصف لي بغوتيل. كنت غادي نخدم بطريقه ودابا خدمت بطريقه، اذا غادي نخيط هادو، لاحظوا لي بغوتيل ما هدرتش معاهم، غادي نفتقهم. ها هما حتى لي بغوتيل. علاش استاذ غادي تفتقهم؟ واخا انا غادي نشرح لكم، غلط كنعتذر، شي حاجه غلطت فيها غادي نقول لكم غلطت فيها، لان غادي نقلب على هذا الشكل. لاحظوا غادي تقلب ليا الكسوه ديالي على هذا الشكل باش يبانوا هاد لي بياس. ملي غادي نقلب هكدا لي بغوتيل ديالي، ها هما شفتهم كي دايرين، اذا غادي نفتقهم. على هذا الشكل، وغادي نجيبهم هكدا بهذا الشكل هذا. لاحظوا باردون غادي نشد هكدا، وخصهم هما يكونوا خارجين ليا على هاد الشكل هذا. هاو على هاد الشكل باش يبان ليا هذا هكدا. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نشد ونخيط بهاد الطريقه هادي. اذا كنعتذر، غادي نعاودهم كلهم. باش نزيد نوضح لكم، لان كنت بغيت نخدم بواحد الطريقه ولقيت راسي خدمت بطريقه اخرى، باش يكون عندي لي بغوتيل على هذا الشكل. ها هما شفتو على هذا الشكل هذا، هذا الفوال غادي يكون ليا لهنايا. من بعد نشرح لكم، وغادي نفتق الثاني على هذا الشكل هذا. تا هو ونصوبو بهذه الطريقه، اذا هذا هكذا، هذا تا هو على هاد الشكل هذا، ونخيطو. ديرو هاد الطريقة اللي درت لكم باش ما تلفوش. فوال الطريقة اللي خدمت بها راه سون فوال، بالخدمة غوب شوميزيي. إذا ها هما ها لي بغوتيل ديالي، شتو ها، باش يكون عندي الفوال على هاد الشكل هذا. إذا غادي نحاول نفتق هادو تا هما، تا نخدم الفوال ديالي لو جابو. إذا لاحظوا دابا عندي المشكلة ديالي، غادي ندخل الكورساج ديالي على هاد الشكل باش نقاد هذا مع هذا يتقادو ليا. غادي نجيب الميليو، ميليو فينا هو هو هذا، ونشد بانكلا بهاد الطريقة هادي. يلا بلاش ما نغلطش عاود تاني، ندير هكدا ونشد الجابو ديالي أو الفالون، شوف واش مقلوب، تنشوف واش مقلوب، إلا عطا ليا مقلوب غادي نعاودو. اوكي اذا لاحظوا معايا تقديتهم، ها هما مقادين. شنو غادي ندير؟ شوفوا هذا كي مخدوم، اذا حتى هذا غادي تخدم بنفس الطريقه. شنو غادي نديروا؟ الميليو مع الميليو غادي نشدو بهذا الشكل هذا، وندير بنغلا على هذا الشكل باش نتقن نديرها هكذا على هذه الطريقه، ونشد هنايا وعاد نشوف في الاخر هنا فين غادي يجوني البغوتيل. وحده وحده ما زربانينش. هنا فين غادي نحط لي بغوتيل ونشوف، ونقلب دابا على هاد الشكل وعلى هاد الشكل، ونشد لي بغوتيل ديالي صافي هو هداك على هاد الشكل. اذا بقاو ليا هادو، بقاو ليا هادو. كيفاش غادي نخدمهم؟ غادي نحيد
هذا هاد البنغلا اللي درت هنايا غادي نحيدها. انا راه كنعطيكم اللي كاين يعني ماشي بسرعه ولا شي حاجه، خصنا المسائل تكون مضبوطه. ها هي على هاد الشكل ونشوف تي صافي هي هذيك. اذا ملي غادي نشد تشدها هكدا، ملي غادي نشد تشدها هكدا. ها هي نشوف الثانيه ديالي فين هي، هي هادي. اذا غادي نحيد البنغلا لداخل بعد ما تحققت. فيديو غادي يكون طويل ولكن درس يعني في المستوى وفي متناول الجميع ان شاء الله. اذا ها هو على هذا الشكل صافي، ونشد ونخيط. ملي كنكون داير لي زيبانغل كنخدم هادشي بطريقة سليمة. إذا بدا كيتضح ليا العملية ديالي. إذا شوفوا هاد الشكل هذا، شوف شنو شيط ليا هنايا، شتو هادو لي شيطين ليا هما اليدين. إذا هادو هما اليدين ديالنا، غادي نديرو هنا لاستيك وهنا لاستيك باش تعطينا الكسوة ديالنا دايره هكدا. وهادو هما لي بغوتيل، هادو هما لي بغوتيل. إذا غادي نشوف مع لاستيك الحجم اللي غادي ندير هنايا لاستيك باش يجيني مع لي مونش. اذا غادي ندير، نحاول ندير هاد لاستيك الرقيق نفس المقاس اللي غادي ندير هنا اللي غادي ندير هنايا. اذا غادي نحاول ندير هذا هاد الشكل هذا قد هكدا مثلا. نشوف داك العبار اللي عندي اللي شدينا في الاول اللي زدناه هنايا هو اللي يكون عندي هنا. هكدا ناخذ، لان ما غاديش نديرو هنايا، ما غاديش نديرو هنايا، ونشد على هاد الطريقه هادي. قلت لكم الفيديو طويل فوالا سي بون. اذا غادي نجي هنايا غادي نبدا المشروع ديالي. ها هو اذا باش ما نغلطش عاوتاني اشنو غادي ندير، غادي ندوزو من هنا عاد نكفف على هاد الشكل هذا. صحيح اوكي، نتمنى تفهموني. غادي نجي لهنايا وغادي نشد، شوف غادي نمططو نجبد، حطيتو من لي بروتيل. ها هو شتو كيرجع مجبد ليا على هاد الشكل هذا. ها شوفوا البنات، ها هو شتو. اذا شنو غادي نعمل، غادي نكفو نعطفو على هاد الشكل، غادي نشد ونخيط هكدا باش ما يبان ليش، لان هذا غادي يكون فوق الدرعين. هذا اللي غادي نخيطو غادي يكون هنا هنايا هكدا، غادي يكون هنايا. اذا هنايا بغينا لي فرونس. هادي غادي ندير بغرزه كبيره، اذا نشوفوا الجماليه ديالو الان. شتو ها نتوما، شتو من هنايا ومن هنا، باش ملي نوضعوه على يدي يجيني على هذا الشكل هذا. اذا غادي نمشي للجهه الثانيه. ها هو هذا الوجه ديالي اللي كتشوفوا، غادي نشد ونعمل نفس الطريقه اللي عملت في الاول.
إذا جا الدور ديال الطنورة. هاو صاي مزيان حسن جدا. إذا ها هما البلاستيك ديالي. إذا بقى ليا ندير الطنورة ديك الخياطة اللي درت لكم قبيلة شفتوها ديال الجانب ديال تحت الإبات. أرينا الطنورة لالا وخليت هاد الخياطة مفتوحة. إذا بحكم أنني خيطت هاد الجهة اليسار غادي نخيط الطنورة حتى هي في الجنب. إذا غادي نخيط الجانب ديال الطنورة. أوكي غادي ندير لي فرونس بالطريقة ديالي الطريقة التقليدية. هانتوما غادي نشد من هنا لهنايا على هاد الشكل. عندي الماتيريال كله صباط وعندي كلشي باش غادي ندير لي فرونس، ولكني كاين اللي ما عندوش هاد الادوات هادو، ولهذا غادي نحاول ما امكن ندير لي فرونس بالطريقه ديالي. اذا اري لي فك هذا. اذا هذا هو التحت الى عقلته شدينا بهذه الطريقه هذه، وغادي ندير الميليو تاع ديال هنايا ونشد وندير الوسط ديال هنا بهذه الطريقه هذه. دابا هاد البلاصه اللي ما خليت مفتوحه على عقلته ديال الابيت غير باش يسهل عليا باش نخيط هاد الطريقه ديال الابيت. هادشي اللي كتشوفوا الفينيسيون مازال كتسنى فاطمه الزهراء باش دينا الفينيسيون. اوكي سي بون غادي نشد هذا هو الفوقاني الكورساج هو الفوقاني، وغادي نشد لا جيب ديالي الطنوره ديالي فين عملت الكرانات. اذا لاحظوا غادي نشد ونحط بهذه الطريقه. غادي نحاول ما امكن نخيط حتى نجيب الكرانه مع الكرانه هذه الكرانه مع هذه الكرانه على بركه الله. اذا غادي نبقى ندخل لي فرونس بفنيته على هذا الشكل هذا. ها هي لاحظوا داكشي اللي بغيت لو شوا ديالي. أو سي ميرسي. إذا ملي كنعمل هكذا كنقلب الكرينة مع الكرينة. وقبل ما تبداو في هذا المشروع هذا بحال هكذا تمرنوا في الوساخ في شي توب ديال الوساخ. هانتوما لاحظوا معايا مزيان فين هي الكرينة، على المسافة ديال الكرينة بقى في لي باس ديالها 2 سنتيمتر. أنا دخلت سنتيم هنايا وها سنتيم هنايا. طريقه الكفافة باش كنكفف لتحت قلت لكم الا بغيتو الدونتيل ديروه. انا غادي نكفف لتحت الاخوات. اذا غادي نجيب لاستيك على هذا الشكل قبل ما ندير الفينيسيون ونشوف دوره الحزام شحال فيها. مثلا دوره الحزام على هذا الشكل هذا هو دورة الحزام. دورة الحزام ديال هاد البنيته قد هكدا. اوكي سي بون. اذا هذا هو الاستيك ديالي. اعطيني ماركر غادي نشد على جوج على هاد الشكل وندير هكدا هايا ونحط علامة هنايا ونخدم. اذا عقلوا على هذه خصها تجي مع الخياطه الجوجه. Thank you.
اذا غادي ندير لها الفينيسيون ونوريها لكم.